النهارده بمناسبه السادس من اكتوبر هناخد احلى بسماها وبترابها، ان شاء الله تبقى لطيفه وسهله. نسمعها الاول وبعد كده ناخدها واحده واحده. بيتكرر بعد كده مرتين تلاتة اربعة، يعني بتتكرر مفيش جديد تاني. واحدة واحدة نشوف هنفصصها ازاي. الصباع الاول هنا عندي على الدو وهلعب المي بيمول. تمام، دو مي دو مي دو مي مي ري. هنزل بالصباع التاني على الري، هكرر نفس الجزء كمان مرة، دو مي دو مي دو مي مي ري. نسمعهم على بعض كده اما نضمهم. بالصباع الثالث اللي كان على المي بيمول على الفاضي، تقول ست مرات فا 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 سول مي ري. وعيدها تاني، فا 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 سول مي ري. نشوف من الاول. الصباع التاني على لا لا، هلعب ستة لا 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 لا. هطلع السي بيمول واخد التلاتة ورا بعض، سي لا سول. يبقى الجزء الجديد ده بقول ايه، ستة لا 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 سي لا سول. واقفة على الصبح هبدأ بيها، سول سي سول سي سول سول سي لا سول. نسمع الجزء الجديد ده ما بيتكررش، ده مرة واحدة. حاجة هلعب سبعة لا 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 ري. وقف البري بعد السيفن لا دول. طيب يبقى اللحن اهو على بعضه بتاعي. كلها مرة واثنين وثلاثة، ويا رب يكون لحن سهل وبسيط، واشوفكم في لحن قادم ان شاء الله.